اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج بسمه. احنا اليوم موجودين في بلده تلفيت قضاء نابلس. تعالوا احنا وياكم نتعرف على هاي البلده وعلى اهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمتي كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تعرف عليك؟ دولة ختيان مسلم. دولة؟ ختيان مسلم. أهلا وسهلا فيك الدولة. والبنت الصغيرة شو اسمها؟ هنية. شو اسمك يا عمو؟ هنية. إحنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمة. أهلا وسهلا. بهمنا نشوف البسمة على شفايفكم ونشوفكم مبسوطين. الحمد لله. إحنا متواجدين في تلفيت. تقدر تعطينا شوية معلومات عن تلفيت؟ وين بتيجي؟ شو كل كرة اللي في جنبها؟ إحنا أول ما بنكون على من حوارة بنسوق على قزلان و مقلق مكمل يعني جاي. شو الكرة اللي حوالي التلفيت؟ قالوا وكلفيت وكفرة. وقالوا وكلفيت. مش مبادكم مش لازم تكون هاي. أنا مقعدت أشياء كتير يعني هون في القلق. أنت جيت جديد يعني؟ أنا جاي جديد هون مقعدت كتير هون يعني. وين كنتي أول؟ أنا سكان طمون. أهلا وسهلا فيك. هذا ابنك؟ نعم. شو اسمه؟ محمد. طيب بدنا نسأل السؤال لبرنامج بس ان شاء الله انك تجاوبي عليه. هاي كمان بنتك؟ نعم. كم ولد وبنت عندك؟ عندي بنتين وولد. سؤال برنامجنا، قديش عدد صور القرآن الكريم؟ اعطيني رقم بعدين بعطيك خيارات. يعني فوق 300. لا، الخيار تبعنا اما 114 أو 200. 114. جواب صحيح، فزتي معنا من برنامج بسمة. هاي الجائزة للصغيرة. عمو كل عام وانت بخير. انت بخير. شو اسمك مرة ثانية؟ هنية. شطورة يا هنية. في أي صف؟ أول. ما شاء الله شاطرة؟ ماشي، يلا مع السلامة يا عمو. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. حياك الله. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ خليك قاعد. تفضل. طيب. حياك الله. أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. نتعرف عليك. يحيى محمود أسعد مسلم. أخ يحيى. نعم. أبو إيش بقولوا لك؟ أبو محمد. أبو محمد، إحنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمي. شايف؟ هذول الناس المتشرين والعصبية بنظل وراهم تا يضحكوا. فشو رايك في شغلتنا؟ اهلا وسهلا حياكم. هاي شغلتنا بس انه اللي متشر ومعصب نظل وراه تا يضحك. الله يرضى عنكم يا اخي. بس انت ما غلبتناش، ضحكت بسرعه. هاي كمان ضحكتي. الله يرضى عنك. يعني ممتاز. اذا بتعطينا الضحكه الثالثه الف هيش تمام. هسه نفوت في السؤال. احنا موجودين في اي بلد؟ تلفيت. تلفيت، ليش سموها تلفيت؟ هذا مش سؤال برنامج، هذا معلومه. وقت انها زمان فيها عنب وتين. سموها تلفيت. هذا بقوله الاختيارية. احنا ما لحقنا هذا الايام، بس اليوم هذا الحجم درجه يعني. طيب كديش عدد سكان هاي البلد؟ الله اعلم 3500. ما عمرك شديته؟ ما لا. عمرك ما حطيتها في راسك قاعدة تعد فيهم؟ اما عن جد، تخيل لو واحد عن جد يعني يقعد باب الجامع وصار عند اهل البلد، شو بقول عنه؟ جن. الاباني بقول عنه جن، بتجوز تروح من البلد. بتفكر في المستقبل تبعهم؟ عن جد بس مشكلة والله. مظبوط. طيب كديش عندك أولاد؟ عندي ولدين وبنتين. الله يخلي لك يا الله يحفظك ويخليك يا رب. كيف وضعك الصحي؟ الحمد لله على الله. مشاكل بروستاتا وفي العمود الفقري معي. سلامتك سلامتك. الله يسلمك طول. مش احنا نروح من هنا نروح عند أهل البلد. دير بالك. طيب سؤالنا اللي بالبرنامج، سورة في القرآن الكريم أطلق عليها اسم فاكهة، شو ما أسهل السؤال؟ وهسا أنت حكيت عنها. تين. أيوة. كفي لأبو محمد، كفي يا شباب، ولا حدا منك تاني صحج لك، نصهم مصحجوش. الله يرضى عنك. اسمع، أنا معي جائزة إن جوابك صح
بس جوابك فيش عليه جائزة. الجائزة لأنك ضحت. الله يرضى عنك. لأن ضحت هذا من برنامج بس من الجائزة. الله يرضى عنك. هذه لك. كل عام بخير يا خي، يجزيكم الخير يا رب. الله يرضى عليك. الضحت بطول العمر. نختمها بضحتي. الله يرضى عنك يا خي. حياك الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يرضى عنك. رمضان كريم. الله يرضى عنك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ منيح. شو اسمك؟ ايمن. ايمن ايش؟ ايمن ايمن. ايمن صايم؟ اسم يوم افطرت في رمضان؟ ولا يوم. ما شاء الله عنك. اليوم شو طبخين؟ ما بعرفش. لا وبصير ما بعرفش الواحد اول ما بصحى من النوم بقول لامه شو بدك تطبخي لنا؟ طيب امبارح شو افطرت؟ ناسي شو افطرت امبارح؟ لا فاصوليا. فاصوليا خضراء ولا بيضاء؟ خضراء. خضراء زاتي مع بندورة؟ مع دجاج ولا مع لحمة؟ مع لحمة. في أي صف نيت؟ سادس. اسمك أيمن صح؟ بدي أسألك سؤال لأنك مش عارف شو طابخين اليوم، إذا بتعرفش جوابنا فيش جوائز. وفيش تفطر كمان بدك تضلك صايم ثاني يوم. النبي داوود عليه الصلاة والسلام عمرك سمعت فيه؟ بتعرف شو كان يشتغل زمان؟ أعطيك يعني أساعدك؟ كان يشتغل حداد ولا نجار؟ حداد. حداد مزبوط. طيب هسه بتروح عند امك بتقولها ربحت وجاوبت صحي جائزة برنامج بسمة وبتسألها يما شو طابخة. طيب اهم شيء تعرف شو طابخة. يسلمك. شو بتتوقع؟ الله يسلمك. شو بتتوقع انها طابخة اليوم؟ شو بتتوقع؟ ورق. ورق دوالي؟ يلا صحة وعافية. مع السلامة. مرحبا يا عمو. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. شو اسمك؟ يامن. يامن؟ مالك خايف ومرعوب هيك شيء؟ كيف حالك يا سيدي؟ يامن في اي صف؟ سادس. سادس. طيب اول شيء بديش اياك تخاف. احنا بنسال الاولاد الشاطرين اسئله ونعطيهم جوائز. انت شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر. في اي صف؟ سادس. يامن ايش اسمك؟ يامن صبري. طيب الايام هاي كيف الدراسه؟ منيحة. بتروح وتيجي على المدرسة؟ انت من اي بلد؟ تلفيت. تلفيت؟ احنا في تلفيت يعني؟ تلفيت ولا سلفيت؟ تلفيت. بتعرف انه في بلد اسمها سلفيت؟ والله عمرك رحت عليها؟ مين احلى تلفيت ولا سلفيت؟ يعني سلفيت قاعد بكيت اروح مع خالي قاعد. بكي يروح يودي اشياء ويرجع. يعني ما مشيتش فيها ما طشيتش فيها. طيب مين أجمل؟ مين أجمل؟ تلفيت ولا سلفيت؟ تلفيت. تلفيت أكيد لازم تقول تلفيت. لأنه كل واحد بشوف بلده كلهن كرانا وبلادنا وكلهن حلوات. بس الواحد دائما بنتم شوي صغيرة لبلده أكثر. بدي أسألك سؤال برنامجنا ولازم تجاوب لأنك في الصف السادس وبتعرفه. في غزوة من الغزوات اللي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم طلعت إشاعة إنه قتل. إنه قتل. غزوة أحد. ما شاء الله. كف يا شباب كف. جوابك صح 100% وهي جائزة برنامج بسمة وأحلى بسمة لعيونك. اليوم خلصت حلقتنا معكم من برنامج بسمة من بلدة تلفيت. انتظرونا بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة وبسمة جديدة.